حضرتك او يعجب جمهور النادي الاهلي، ولكن في اتنين لعيبه نفسي ما اشوفهمش في النادي الاهلي وما اشوفهمش في مصر اصلا، تريزيجيه ورمضان صبحي. لا انا اتمنى طبعا يعني اشوفهم في مصر وكل حاجه، بس انت انا فاهم وجهه نظرك ان انت نفسك تشوفهم في العالم الاحترافي يعني. لا انا طبعا عايز اشوفهم في اوروبا، انا عايز اشوفهم طبعا في يعني في طبعا انا مش عايز اقول اضم الصوت لصوتك، لكن في مرحله لازم تبني فيها كويس قوي عشان لما يخرج ما يرجعش، يخرج يبقى باين بشكل كويس قوي، لما يروح يعني يحترف يبقى الفكر مظبوط، الشخصيه مكتمله، الرغبه موجوده، الاهداف يعني محطوطه، يروح ويرجع. المرحلة دي جت عند الاثنين يا كابتن ولا لسه؟ يعني الاثنين عندهم نضوج في الوقت الحالي، يعني يمكن من سنتين ثلاثه كان رمضان صبحي لو تتذكر كانت اول مباراه ليه مع المحله، كانت مع كابتن محمد يوسف، الكلام ده كان ان لم تخني الذاكره في يناير 2014، ان لم تخني الذاكره يعني كان في يناير 2014 يعني، فكانت الدنيا لسه بدري جدا، كان صغير جدا في السن، النضوج بدا يجي تمام، وده مهم جدا جدا. لكن كمان لازم كل لعيبه كابتن سيف بيمر بمرحله مهمه في حياته يبقى عارف كويس قوي ان هو واقف فين وبقى ايه وممكن يبقى ايه، يعني هو بقى ايه عند الناس وممكن كمان بتفكيره الايجابي يبقى ايه، يبقى حاجه تانية خالص ومختلف تماما عن كل اللي فات. وهم الناس كلها في الوقت الحالي اللي بيلعبوا كوره محظوظين جدا، لان طبعا انتشار اللعبه بشكل كبير جدا، والسهول وسهوله الوصول لامكانيات اللعيبه وقدراته وعرضه كمان اعتقد بقت اسهل كتير من زمان يعني. لكن مهم قوي 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 ان كل واحد يبقى عارف كويس قوي المرحله اللي هو فيها ومحدد اهدافه بشكل كويس، وان هو يمر بكذا مرحله كده من النضوج والكلام والتقييم المظبوط. خلي بالك برضه تقييمك يبقى مظبوط، لا احنا نطلع نجوم لابعد مكان في السماء ولا ننزلها لاقل حاجه في الارض يعني، فعايزين نعيش المرحله وتقييمها مظبوط يعني. هم في بداياتهم بشكل كويس، محتاجين شغل كتير جدا، رمضان محتاج شغل كتير جدا، تريزيجيه محتاج شغل كتير جدا، وان شاء الرحمن لما يطلعوا باذن الله تعالى باذن الله بشكل كويس او ياخدوا بشكل كويس باذن الله يحققوا امنياتهم ويحققوا اهدافهم ويوصلوا لحاجه ابعد كتير مما نتوقعها باذن الله تعالى، لان هم عندهم القدرات اللي تساعدهم على كده.